يقول هناك بعض الدعاة في بلادنا يقولون أن الولي يستطيع أن يخلق الأجنة في بطون أمهاتها، بل هناك داع ذاع صيته عبر القنوات يقول ذلك، فما هو القول الصحيح وكيف الرد على هؤلاء؟ هذا القول ما قاله المشركون من قبل، ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب، ما قالوا إن هنا أحد يخلق الأجنة في البطون غير الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. يعني سألتهم يعني المشركين عبدة الأوثان، لو سألتهم من خلقهم ليقولون الله سبحانه وتعالى. وهذا زاد شركه على شرك المشركين الأولين، اللي يقول أن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون زاد شركه على شرك أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله.